شهد موقع تويتر حالة كبيرة من الاحتفاء بالدكتور مجدي يعقوب بمناسبة عيد ميلاده الـ83 الذي صادف أمس الجمعة 16 نوفمبر 2018، بالإضافة إلى التهاني بمناسبة حصوله على لقب أسطورة الطب من جامعة شيكاغو، وذلك من خلال هاشتاج مجدي يعقوب الذي جاء ضمن قائمة الأكثر تداولا. وهنا مبروك مجدي يعقوب، مبروك لمصر والعرب، أسطورة الطب في العالم. واحد تاني، هالة ثابت، مجدي يعقوب أسطورة الطب في العالم، فخرانة يا دكتور، إنسان عظيم محترم في قمة الروعة والتواضع ورمز للعلم والإنسانية، ربنا يديك الصحة ويبارك في عمرك، لحضرتك كل الحب والتقدير والاحترام. بيانو وما زرع الله في قلبه غير الرحمة والنور لقلوب غيره. هاشتاج مجدي يعقوب. ودي صورة جميلة مع الأطفال اللي كان بيعالجهم. وللدكتور مجدي يعقوب دور كبير في مجال العمل الخيري، بدءا من مؤسسة سلاسل الأمل التي سعى من خلالها لإجراء جراحات القلب مجانا للمرضى في الدول النامية، كما أسس مركز مجدي يعقوب لأبحاث وجراحات القلب بأسوان عام 2009، بالإضافة لجهوده في إنشاء وحدة رعاية متكاملة بمستشفى القصر العيني بمصر لعلاج التشوهات الخلقية في القلب. الدكتور الجراح العالمي مجدي يعقوب حفر اسمه في قلوب المصريين كافة، وذلك بعلمه وتواضعه الشديد. وأحد من هؤلاء سائق تاكسي بسيط اسمه كريم علاء، وذلك بعد أن أنقذ مجدي يعقوب حياة ابنه بعد أن كان على وشك الموت. الغريب والجديد فيه هو الطريقة التي اختارها كريم لرد الجميل للدكتور مجدي يعقوب، حيث طبع هذه الصورة البسيطة ووضعها داخل التاكسي الخاص به. الصورة دي حطها داخل التاكسي بتاعه لتكون شاهدا على العمل الرائع الذي يقدمه الجراح العالمي للمصريين. عارفين ايه السر ورا ضحكة سمر في الصورة اللي هنشوفها دلوقتي؟ سمر طفلة يتيمة الأب والأم من يوم ما اتولدت، في شهورها الأولى الدكاترة في وزارة الصحة اتعاملوا معها على إن موتها مسألة وقت بسبب مرض شديد في القلب. مسؤولة الأيتام في جمعية رسالة التي تسلمتها من الوزارة بتحكي عن سمر إنهم حاولوا منعها من استلامها لأن موتها من وجهة نظرهم حاجة حتمية والأولى تاخد طفل غيرها، لكنها بتحكي إن كان في شيء غريب بيتفحى تجاه سمر. سمر في أول سنة من عمرها أجرت أول جراحة في القلب، في عامها الثالث أجرت تاني جراحة، وفي عامها التاسع أجرت ثالث جراحة في مستشفى الدكتور مجدي يعقوب. مجدي يعقوب يحصل على لقب أسطورة الطب في العالم. تاني يوم للجراحة سمر جالها جلطة نتج عنها تسمم كامل في الدم، الكل قال خلاص سمر هتموت، بس سمر عاشت لكن اضطروا لبتر أطرافها. الطبيب المسؤول قال إن الأمل الوحيد لتجنب البتر هو إنهم ينقلوا ليها دم من والدتها اللي ما كانتش موجودة للأسف. ولما سألت سمر عن سر ضحكتها اللي مش بتفارقها قالت ربنا عايز كده، وقالت إن جزء منها سبقها للجنة، وأنا بشكر ربنا على كل حال. المهم لابد إن نكشف عظمة وجمال مؤسسة مجدي يعقوب، لأنهم مش مجرد إنهم عالجوا سمر من غير واسطة ولا محسوبية ولا إنتي بنت مين في مصر، ومبصوش لأنها نزيلة دار أيتام، لكن الإنسانية في المؤسسة دي وصلت لدرجة إنهم قرروا يركبوا طرف صناعي لسمر على حساب المستشفى. سمر سافرت إنجلترا بعد رمضان اللي فات وعملت عملية تكلفت 2 مليون جنيه دفعته مؤسسة مجدي يعقوب بالكامل. والصورة دي اللي سمر في لندن وهي بتشوف أطراف إيديها سليمة لأول مرة بعد عملية البتر. شكرا ليك يا أمير القلوب على تعبك ومحبتك.
العظماء وحدهم لا تسبق أسمائهم أي ألقاب، أما إذا أردنا إنعاش ذاكرة البعض فهو جراح القلب العالمي الحاصل على لقب سير، أعظم لقب إنجليزي، وواحد من أبرز 5 أساطين في عالم الجراحة على مستوى العالم كله، أطلق عليه مؤخرا ملك القلوب وأسطورة الطب. مجدي يعقوب هو أكثر من رمز، فبعد أن تعرض في بداية حياته العلمية والعملية للاضطهاد رغم نبوغه وتفوقه لا لشيء إلا لمجرد أنه قبطي، وقرر ترك مصر كغيره من الكفاءات المضطهدة في مختلف المجالات، عاد إلى وطنه وأنشأ المركز العالمي الخيري للقلب في مدينة أسوان ليقدم خدماته وخبراته بالمجان للفقراء المعدمين من المصريين، لكن أعداء النجاح والوطن لم ينسوا أنه مجدي يعقوب، ولابد من مكيدة جديدة لتطفيشه، خاصة وأن الوصفة جاهزة دائما، إذ يكفي أن تغلف أي اتهام تجاه الآخرين المختلفين في العقيدة بصبغة دينية حتى تمرر الأكاذيب والافتراءات. فقد تفتق ذهن بعض أطباء أسوان للأسف عن أن مجدي يعقوب يستخدم صمامات الخنازير في عملياته الجراحية. ولحسن الحظ أكد نقيب الأطباء السابق والجراح القلب الدكتور حمدي السيد أن العالم أجمع يستخدم الخنازير منذ عشرات السنين، وحتى قبل ظهور الدكتور مجدي يعقوب على الساحة الطبية. وأوضح حمدي السيد أن أنسجة الخنازير وحركة قلبه هي الأقرب لأنسجة الإنسان وحركة قلب البشر، ومقارنة بأي حيوان آخر مثل الأبقار فإن الخنازير أفضل وأكثر أمنا في زراعة الصمامات. وأضاف أن هناك عشرات الفتاوى التي خرجت في السنوات الماضية لتجيز استخدام صمامات القلب من الخنازير. وما يثار من جدل حول هذا الأمر الآن لابد من تجاهله، لأنه غير مبرر ولا يعكس سوى إفلاس فكري وعلمي لأصحابه. ضاقت بها الدنيا وليس معها سند تتكل عليه في وقت مرضها، الكل تخلى عنها، لا أحد يسأل أو يطرق باب شقتها، حتى ابنها الوحيد الذي تبنته تركها بعدما حرضته زوجته ضدها لتقرر أن تتبرع بكل ثروتها التي تبلغ قيمتها 5 ملايين جنيه وتتنازل عنها لمؤسسة مجدي يعقوب. تروي رجاء محمد العقرب سيدة في السبعينيات من عمرها قصة حياتها، حيث تقول أنها كانت متزوجة من رجل ثري وعاشت معه سنوات. دي السيدة رجاء محمد العقرب. لكن الله لم يرزقها بأطفال منه، رغم أن زوجها عرضها على أكبر الأطباء في العالم، ولكن كل التقارير الطبية أثبتت أنها عاقر وغير قادرة على الإنجاب، حتى اتفقت مع زوجها على الانفصال وتم الطلاق بينهما. وتضيف لليوم السابع أنه بعد مرور سنوات قرأت في الجرائد عن طبيب أمريكي سيأتي إلى مصر متخصص في أمراض النساء والتوليد في أحد المستشفيات، فتوجهت للمستشفى لعرض حالتها على الطبيب الأمريكي الذي حضر للقاهرة حتى تعرفت على طبيب المستشفى وأخبرها بعرض حالتها على الطبيب الأمريكي، ونشأت بينهما علاقة صداقة، وفي أحد الأيام طلب منها ذلك الطبيب الزواج وأخبرها بأنه مطلق ولديه 3 أولاد، ونظرا لحرمانها من الأطفال وارتباطها بعلاقة مع أولادها التي تعرفت عليهم أثناء لقائها معه في النادي، وافقت على الزواج منهم. مع مرور الأيام دبت الخلافات بينهما، وقرر أن يأخذ أولاده ليعيشوا مع أمهم التي طلقها. وفي أحد الأيام أحضر لها طفل رضيع وطلب منها أن تتبناه وأنه سجله باسمها، ونظرا لحرمانها من الأطفال وافقت على طلبه، ولكنها لم توقع على أي أوراق رسمية تخص قيده في سجل المواليد ولا تعلم من أين جاء بذلك الطفل. ثم حدثت خلافات بينهما فطلقت منه.
واستطردت أن طليقها لم ينفق على ذلك الطفل وكانت تنفق عليه من مالها الخاص، وأصبح الطفل كل حياتها وعاشت من أجله ولإسعاده. وبمرور السنوات كبر الطفل وأصبح شابا والتحق بالكلية حتى تخرج وعمل محاسبا، إلى أن انقلب حاله رأسا على عقب، مشيرة إلى أن والده قبل وفاته أبلغه بأنها ليست أمه، وأنها تبنته ليتغير سلوكه ويتعدى عليها بالسب والضرب بعدما ارتبط بفتاة حاربته ضدي وتزوج بها. وكشفت أنها عندما شعرت أن الحياة أصبحت قاسية ولا أحد يسأل عنها وأن هناك من يتقربون منها طمعا في ثروتها، تقرر التبرع بكل ممتلكاتها التي تبلغ قيمتها 5 ملايين جنيه لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب لمعالجة الأطفال، لتكون بمثابة صدقة بعد وفاتها. وهنا مؤسسة مجدي يعقوب قبول الهبة بتاعت سيدة رجاء، وأوضحت أنها بالفعل نقلت كل ممتلكاتها وتنازلت عنها بأوراق رسمية، وحتى شقتها تنازلت عنها لمؤسسة مجدي يعقوب بعد وفاتها. وهنا هيبة بالشقة تبرع من السيدة رجاء، وأنها تعملت ألا يحصل أحد من عائلتها على جنيه واحد بسبب جمود قلبهم وقسوتهم، مشيرة إلى أنها كتبت وصية بأن تتحول شقتها لعيادة لعلاج الأطفال بعد وفاتها.